في هذا اليوم وفي كل عام بنؤكد ان التبرع بالدم في مصر تبرع امن. خدمات نقل الدم القومية قامت بجهد عملاق خلال السنوات اللي فاتت علشان تؤكد ان في امان كامل في اثناء عملية التبرع، ان في عناصر كتير قوي في خدمات نقل الدم مطابقة للمعايير العالمية علشان في الاخر نوصل لكيس دم امن وفعال للمريض او المصاب اللي مستنيه في كل مكان في مصر. الشباب هو دول الوقود اللي بيغذي خدمات نقل الدم بالتبرع بصورة منتظمة. بنؤكد عليهم انه لازم يشارك بصورة ايجابية، ما نستناش ان كارثة تحصل عشان نبتدي نشارك او نروح نعمل حملات دم او ما بيحصل لنا اي مشكلة كبيرة او اي حادث كبير. لا، احنا عايزين يبقى ده سلوك منتظم. الرجال ممكن يتبرعوا كل 3 شهور والسيدات كل 4 شهور بصورة امنة، وفي فحص طبي قبل عملية التبرع، يعني في اطمئنان على المتبرع قبل الفحص قبل التبرع، وبعد التبرع كمان بيبقى فيه فحص معملي للدم لو فيه اي اصابه او كده، وبيتم ابلاغ المتبرع لو لا قدر الله في اي اصابه. فعمليه التبرع من اولها لاخرها هي عمليه امنه. عمليه نقل الدم في الاخر برضو بنوصل لكيس دم امن وفعال، بنؤكد على ده وبنحرص ان الشباب يبقوا حريصين على ده كمان. احنا مبسوطين جدا ان وزاره الصحه يعني بتعمل بتنظم هذه الاحتفاليه وبتكرم سواء افراد او شركات، لان ده بيبقى عامل محفز للناس، ونتمنى ان هم يكملوا على هذا النهج ويبقى فيه شويه تطوير عن كده. احنا كنا بنتكلم مع الساده الدكاتره المسؤولين عن توعيه الناس، يبقى في حملات توعيه سواء عن طريق وسائل الاعلام، لان انا شايفه ان مفيش حملات توعيه كافيه، وانه المسج اللي منتشر دلوقتي الدم بيتباع، فإحنا محتاجين نقضي على هذه الفكرة أنها فكرة غير حقيقية. وإحنا إيمانا من شركتنا بأهمية نقل الدم، إحنا فإحنا مهتمين جدا أن كل سنة لازم نتعاون معاهم نعمل حملة لدى الشركة. زي ما بقول لحضرتك، دي ثقافة مجتمع، إحنا محتاجين نغير شوية في ثقافة المجتمع دي. أطراف كتيرة هتبقى متشاركة فيها، وسائل الإعلام بكافة يعني الشانلز بتاعتها، ومفيش مانع داخل الشركات لو في أقسام قسم طبي أو ما شابه، مفيش مانع أنه كمان وزارة الصحة لابد أن هي مع حملات نقل الدم، أنا كنت لسه بقترح عليهم الكلام ده، أنه يبقى على الأقل يبقى في أويرنس في الأول يفهموا الناس، عشان اللي عنده فكرة خطأ يبتدي يصلح حاله. يعني ممكن في واحد يبقى مش ناوي يتبرع لكن يسمع كلام يقنعه، زي كلام اللي احنا سمعناه النهاردة ان في خدمات بتقدم زي مثلا الفحص اللي بيتعمل فيروس بي وفيروس سي وإيدز وما شابه، وزي في لوجيستكس للكيتس نفسها بتاعت التحاليل، وفي لوجيستكس اخرى خاصة بموضوع نقل الدم. الكلام ده كله بيتكلف، فلازم الناس يبقى عندها هذا الوعي وهذه المعلومة، مش ان انا بديك ببلاش وبعد كده انت بترجع لي بفلوس، هي الموضوع مش كده خالص. فانا قلت لهم يا ريت قبل ما حضرتك تنظم حملة نقل الدم في شركة او في موقع او اي مكان، تعمل اورينتيشن صغير تفهم الناس الموضوع ماشي ازاي.